نحن رايحين لغة فرنسية السنة الخامسة ابتدائي. في الفقرة إن شاء الله سننظر الصفحة رقم 115. إذن في أعلى الصفحة كما نلاحظ عندنا production de l'écrit، كما لو نتكلم عن إنتاج الكتابة، المقصود الإنتاج الكتابي أو ما يشبه هذا المعنى. ثم عندنا écrire un récit de voyage، écrire un récit de voyage، إذن كتابة رواية سفر. المطلوب هنا كتابة رواية قصة تحكي رحلة. écrire un récit de voyage، كتابة رواية سفر. إذن أنا سأكتب مثلا رواية أو قصة تحكي مثلا وقائع سفر قمت به مثلا في وقت ما. إذن écrire un récit de voyage، كتابة رواية سفر أو رواية رحلة مثلا. situation يعني الوضعية. طبعا عندنا هذا النص الصغير الذي سيموقع التلميذ في وضعية ما، ثم يطلب منه التحدث في إطار هذه الوضعية. إذن tu as passé tes vacances à Rabat، أنت أمضيت عطلك بالرباط، المقصود أنت أمضيت عطلتك بالرباط. tu as passé tes vacances à Rabat، tu t'es baigné dans la plage de cette ville، tu t'es baigné dans la plage de cette ville، أنت سبحت في شاطئ هذه المدينة. tu t'es baigné dans la plage de cette ville، أنت سبحت في شاطئ هذه المدينة. et tu as eu tout le temps pour visiter ces monuments historiques، وأنت أو أنت كان لك أو كان لك كل الوقت لزيارة مآثرها التاريخية. إذن أنت أو أنت أمضيت أو أمضيت عطلتك أو عطلتك بمدينة الرباط. tu t'es baigné dans la plage de cette ville، أنت سبحت في شاطئ هذه المدينة. et tu as eu tout le temps pour visiter ces monuments historiques، وأنت كان لك كل الوقت لزيارة مآثرها التاريخية. en classe، فالقسم le maître vous demande d'écrire un récit de voyage، فالقسم المعلم vous demande يعني أنه يطلب منكم، المقصود يطلب منك d'écrire un récit de voyage، un récit de voyage يعني أنه يطلب منك كتابة رواية عن السفر، كتابة قصة عن السفر. إذن هذه تسمى وضعية، هذه تسمى وضعية أنت وضعت فيها وعليك أن تتحدث في إطار هاد المعطيات. tu as passé tes vacances à Rabat، tu t'es baigné dans la plage de cette ville، et tu as eu tout le temps pour visiter ces monuments historiques، ثم كان لك كل الوقت لزيارة مآثر التاريخية. en classe le maître vous demande d'écrire un récit de voyage، فالقسم المعلم يطلب منكم كتابة قصة دو فوياج عن الرحلة أو عن السفر. كما نلاحظ عندنا أربعة صور، موزولي محمد سينك، إذن عندنا ضريح محمد الخامس، ودايا، ثم عندنا قصبة الودايا، شالة أو مدينة شالة، ثم بلاج دو غابة، بلاج دو غابة. إذن نتكلم عن شاطئ الرباط. كونسين، كونسين ما هو المطلوب؟ كونسين المقصود به التعليمة، المقصود بمعنى آخر المطلوب، ما هو المطلوب هنا؟ en tenant compte des images et du texte، en tenant c'est le verbe tenir يعني أنك تأخذ، en tenant compte إذن آخذا بعين الاعتبار des images et du texte، آخذا بعين الاعتبار الصور ثم النص الذي قرأنا قبل قليل. rédige يعني أكتب، c'est le verbe rédiger. un récit de voyage، أكتب رواية عن السفر أو عن الرحلة. كيغوتخاس التي ترسم، تنتكلم على لوريسي، لوريسي يعني الرواية. كيغوتخاس التي تعيد رسم، تنتكلم على لوفيرب تخاسي يعني أنك ترسم شيئا. غوتخاسي يعني أنك تعيد رسم هذا الشيء. طبعا عندما قمت بالرحلة، طبعا أنت ذهبت إلى هنا، ذهبت إلى هنا، زرت هذا المكان، زرت المكان الآخر، إذن قمت بعدة أعمال وكأنك قد رسمت هذه الأحداث. الآن من خلال هذه القصة كأنك ستعيد رسم هذه الأحداث التي قمت بها طبعا خلال هذه الزيارة، وبالتالي بمعنى آخر أنك تروي هذه الأحداث.
إذن ريديج أن ريسي دو فواياج، اكتب رواية سفر كي غوتخاس التي تعيد رسم طون سيجور. طون سيجور لو سيجور المقصود به هو الإقامة. إذن هاد الرواية التي سترسم إقامتك دون لا كابيتال دو طون بيي، في عاصمة بلدك. دون لا كابيتال دو طون بيي، طبعا في عاصمة بلدك. طبعا العاصمة هي الرباط، البلد هو المغرب. طبعا كما سنلاحظ بأن كل هذه الفقرات تصب في نفس المعنى. جوبسيرف اي جو ديكوفر، أنا ألاحظ وأكتشف. جو لي أتونتيفمون لو تكست دو لا سيتياسيون، يعني أولا أنا أقرأ بانتباه. جو لي أتونتيفمون يعني أنا أقرأ بانتباه لو تكست دو لا سيتياسيون، يعني نص الوضعية طبعا الذي قرأناه قبل قليل. جو ديكري لو كونتوني دو شاك إيماج. جو ديكري سي لو فيرب ديكريغ، هذا فعل وصفة. جو ديكري يعني أنا أصف. لو كونتوني يعني محتوى، أنا أصف محتوى. إذن محتوى ماذا؟ دو شاك إيماج، محتوى كل صورة. أون مو غابلون يعني متذكرا، عندنا لو فيرب سو غابلي يعني أنك تتعاود تذكر شي حاجة قمت بها مثلا أو شاهدتها إلى آخره. أون مو غابلون يعني أنا متذكرا. سو كو جي ديجا إتيدي، سو كو جي ديجا إتيدي أون كلاس، متذكرا ما أنا درسته في القسم. متذكرا ما أنا درسته في القسم، داك الشيء اللي درست في القسم غادي نعاود نذكره مرة أخرى. جو ديكخي لو كونتوني دو شاك إيماج، أنا أصف محتوى كل صورة. طبعا كما تنشوفوا عندنا واحد المجموعة ديال الصور هنا. الصورة الأولى مثلا موزولي محمد سانك، إذن هاد الصورة تتضمن واحد المحتوى. أشنو تتقصد بهاد الصورة؟ علاش تتحدث هاد الصورة؟ إذن طبعا تتحدث على واحد ضريح تاريخي له معنى إلى آخره. ثم أودية، إذا نتكلم عن معلمة تاريخية، كيفاش جات هاد المعلمة عبر التاريخ إلى آخره. إذا تنتكلم حقيقة على الصور، ولكن هاد الصور هي تتضمن معاني معينة. إذا تنتكلم على الفحوى. إذا هذا هو لو كونتوني. إذا جو ديكخي لو كونتوني يعني أنا أصف محتوى دو شاك إيماج، كل صورة. هما غابلون يعني متذكرا. سو كو جي ديجا إتيدي أون كلاس، ما أنا درسته في القسم، داك الشيء اللي قريته في القسم غنعاود نتذكره هنا. ثم أستعين به لأصف محتوى كل صورة. سأستعين بالذي درسته في القسم لأصف محتوى كل صورة. ثم جو لي لا كونسين إي جو رياليز لو ترافاي كل متر ما دوموندي دو فيغ. جو لي لا كونسين، ثم أنا أقرأ التعليم. ثم أنا أقرأ التعليم المقصود، أنا أقرأ ما المطلوب مني. كما قلنا بأن لا كونسين المقصود بها التعليم، أشنو تطلب منك. إذن هذه تسمى تعليم. إذن جو لي لا كونسين، أنا أقرأ التعليم. إي جو رياليز، ثم أنا أحقق، المقصود بأنني أقوم بإنجاز. إي جو رياليز، أنا أحقق، المقصود أنني أنجز لو ترافاي، أنجز العمل. كل متر الذي الأستاذ أو المعلم ما دوموندي دو فيغ، طلب مني أن أفعل. إذن هنا أنني أنجز العمل الذي أمرني الأستاذ بالقيام به. ثم عندنا ثانيا جو مانيبول إي جو ريفليشي، جو مانيبول إي جو ريفليشي. عندنا لو فيغ مانيبولي يعني أنك تقوم بشيء باليد. إذن كما لو نقول بأنني أطبق إي جو ريفليشي، أنا أفكر. عندنا لو فيغ ريفليشيغ يعني فكر. طبعا من ضمن هذه الفقرة كما نلاحظ جو غيوني، عندنا لو فيغ غيونير يعني جمع. إذن جو غيوني يعني أنا أجمع. جو غيوني دي زانفورماسيون سور لا فيل دو غابا، أنا أجمع معلومات عن مدينة الرباط. جو مو غابيل سو كو جي ديجا appris sur cette ville. Je me rappelle ce que j'ai déjà appris sur cette ville. أنا أتذكر ce que j'ai déjà appris. ما الذي من قبل تعلمت. ما الذي من قبل تعلمت، المقصود أنني أتذكر ما تعلمته من قبل. sur cette ville عن هذه المدينة. إذن أنا أتذكر
كل الأشياء التي تعلمتها من قبل عن هذه المدينة. المقصود بأنني أتذكر المعلومات التي عرفتها عن هذه المدينة. جنوت لليو يعني أنا أسجل الأماكن كوجي شوازي التي اخترت. المقصود التي اخترتها. عدنا لو فيرب شوازيغ. عدنا لو فيرب شوازيغ. ومنها كلمة لو شوا. ومنها كلمة لو شوا. يعني الاختيار. إذن جنوت لليو كوجي شوازي. يعني أنا أسجل أو أتذكر أو أركز على الأماكن التي اخترتها. جنوت لليو كوجي شوازي. ثم جنوب لبا de m'exprimer à la première personne du singulier. Je n'oublie pas de m'exprimer à la première personne du singulier. Je n'oublie pas. C'est le verbe oublier. Oublier, يعني nasiya. Oublier, يعني nasiya. Je n'oublie pas. أنا لا أنسى. المقصود بأنني لن أنسى. De m'exprimer, بأن أعبر à la première personne du singulier. أن أعبر. الضمير الأول شخصي. للمفرد. المقصود بأنني غنتكلم على نفسي. عندما نتكلم على première personne du singulier المقصود به هو je. Je هو la première personne du singulier. يعني هو الضمير الأول للمفرد. طبعا تنقول je ثم tu. إذن je هذا la première personne. Tu la deuxième personne. Il أو elle c'est la troisième personne. ثم تنتقل للجمع. عندنا nous. ثم ننتقل للجمع. عدنا نو يعني نحن. إذن هذا لا بروميير بيرسون ولكن دي بلوريال. هذا الضمير الأول ولكن للجمع. ثم عدنا من بعد منه فو. هذا لا دوزيام بيرسون ولكن دي بلوريال. ثم عدنا إيل أفك أس أو إل أفك أس. هذا لا تخوازيام بيرسون ولكن دي بلوريال. عدنا هنا جنوب لي با دو ميكسبريمي لا بروميير بيرسون دو سينغولي. أنا لن أنسى بالتحدث طبعا مستعملا جو بمعنى آخر. بمعنى آخر غنتكلم على نفسي. أنا قمت بكذا. أنا ذهبت إلى كذا. أنا سبحت هنا. أنا زرت هذا المكان. إذن غنستعمل ديما جو بمعنى آخر. إذن هذا هو لن أنسى استعمال الضمير الأول للمفرد. ثم عندنا جون بلوا دي زانديكاتور دو طون إي دو ليو. جون بلوا des indicateurs de temps et de lieu. يعني أنني أستعمل مؤشرات الزمان والمكان. J'emploie des indicateurs de temps et de lieu. أنا أستعمل مؤشرات الزمان والمكان. ما معنى المؤشرات؟ نأخذ مثلا مؤشرات الزمن. مؤشرات الزمن مثلا l'événement de la marche verte يعني حدث المسيرة الخضراء مثلا. المقصود بها أن نذكر مثلا تاريخ معين. أن نقول مثلا في 1970 أو 1919 أو 1956 أو 1970 إلى آخره. أو نقول مثلا pendant la première guerre mondiale أثناء الحرب العالمية الأولى. إذا الحرب العالمية الأولى كل الناس تقريبا يعرفونها. أو بيان pendant مثلا la bataille d'Annual أثناء معركة أنوال مثلا. إذا نتكلم عن إما أننا نذكر تواريخ معينة أو نذكر أحداثا معروفة وبالتالي أن تاريخها يكون معروف. إذا نتكلم عن ليزانديكاتور دو طون. ثم ليزانديكاتور دو ليو أيضا نتكلم عن مؤشرات المكان. ليزانديكاتور دو ليو إذا نتكلم عن مؤشرات المكان. بمعنى آخر أننا نذكر أماكن معينة بعينها. إذا نتكلم عن حي كذا أو عن شارع كذا أو نتكلم مثلا عن مواقع بعينها. مثلا نتكلم عن الشاطئ أو نتكلم عن صومعة حسان أو نتكلم عن شالة. إذا نتكلم عن أماكن بعينها. إذا هذه تسمى ليزانديكاتور دو ليو. ليزانديكاتور دو طون أنها تشير إلى الوقت. ليزانديكاتور دو ليو أنها تشير إلى الأماكن بعينها. ثم عندنا في الفقرة الثالثة جو مونتخين. أنا أتدرب. Je rédige un premier essai. Je rédige un premier essai. يعني أنا أكتب أول محاولة. أنا أكتب أول محاولة. Je le montre à mes camarades du groupe et au maître. Je le montre à mes camarades du groupe et au maître. يعني أنني أريها لأصدقائي
في المجموعة ثم للمعلم، يعني أنني أترك أصدقائي ينظرونها ليقولوا لرأيهم، ثم أذهب بها إلى الأستاذ لينظر فيها ويقول لي أيضا رأيه. Je le montre، عندنا لو فيرب montre يعني أنك تظهر شيئا وتبينه. Je le montre à mes camarades du groupe et au maître، يعني أنني أريها لأصدقائي في المجموعة ثم أريها للأستاذ. Je réécris، ثم أنني أعيد كتابة. Je réécris mon récit، يعني أنني أعيد كتابة روايتي. طبعا قلنا je rédige un premier essai، يعني أنني أكتب أول محاولة. وبعد ما يراها أصدقائي ثم الأستاذ، هنا je réécris mon récit، أنني أعيد كتابة روايتي. en me basant، عندنا لو فيرب se baser. se baser المقصود بأنك تتوكأ. se baser المقصود بأنك تتوكأ على شيء وتستند إليه، المقصود بأنك تستعين به. je réécris mon récit en me basant، يعني أنني أعيد كتابة روايتي. en me basant يعني مستندا. en me basant sur les remarques de mes camarades، أعيد كتابة روايتي مستندا على ملاحظات أصدقائي. دي جروب أصدقائي في المجموعة، هنا عندنا أصدقائي للمجموعة التي أنتمي لها. je réécris mon récit en me basant sur les remarques de mes camarades du groupe et sur les observations faites par le maître. أنا أعيد كتابة روايتي مرة أخرى en me basant sur les remarques de mes camarades du groupe et sur les observations faites par le maître. يعني أنا أعيد كتابة روايتي en me basant sur، يعني مستندا على les remarques de mes camarades du groupe، مستندا على ملاحظات رفقائي أو أصدقائي في المجموعة. et sur، ومستندا على les observations faites par le maître، ومستندا على الملاحظات المعمولة كما لو نقول par le maître، المعمولة من طرف المعلم، المقصود الملاحظات التي أبداها الأستاذ. إذن je m'évalue، يعني أنا أقيم نفسي، أنظر إلى نفسي، هل أنا في المستوى، فوق المستوى أو دون المستوى. je m'évalue et je consolide mes acquis، ثم أنني أوطد معارفي. je m'évalue et je consolide mes acquis، أنا أقيم نفسي ثم أنني أمتن أو أوطد معارفي. إذن من أجل هذا je remets mon travail au maître qui le corrige et me donne son impression، أنني أضع، je remets يعني أنني أضع mon travail au maître، أنا أضع عملي للأستاذ qui le corrige الذي يصححه et me donne son impression، ثم يعطيني انطباعه، ثم يعطيني انطباعه، يعني هو الذي سيقول لي هل ما كتبته جيد أم أنه ينقصه شيء. ثم جاتو مون تور، يعني أنني أنتظر دوري. اي جو لي مون ريسي، ثم أنني أقرأ روايتي طبعا عندما يحين دوري. اي جو لي مون ريسي دو فواياج، ثم أنني أقرأ روايتي الخاصة بالسفر دوفون تو لي زاليف دو لا كلاس، أمام كل تلاميذ القسم. دوفون تو لي زاليف دو لا كلاس، أمام كل تلاميذ القسم. ثم وأخيرا je compare mon travail، ثم أنني أقارن عملي à celui de mes camarades، à celui de mes camarades، يعني أنني أقارن عملي بالذي لأصدقائي، المقصود أنني أقارن عملي بعمل أصدقائي، يعني أنني أنظر هل أنا متقدم على أصدقائي أم أنني متأخر عنهم، ثم أنني أستفيد من رفقائي المتقدمين علي في القسم مثلا، ثم أعمل على تحسين مستواي في المواضيع القادمة إن كان ينقصني شيء. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.